أقول له من هذا المنبر يا سيادة الفريق، هناك مؤسسات ومتأكد منها بأسمائها دعا عملة التوجيه لمترشح بالأمس في ولايات اللي ذكرتها، وسوف أفضح بالأسماء وبالوظائف، وإذا كانوا في الرتب بالرتب اللي يقوموا بهذا العمل اللي هو مخالف لقرارات قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. خاطر باش تقولوا راه الانتخابات راح تكون 100% زيها، ماشي راح تكون، ولكن راح تكون ب 70% نزيهة. أما أنها تكون ب 50% نزيهة، حنا رانا ما نبقاوش فيها وننسحبوا حتى ولو كان قبل الانتخابات، ونقولوا هذه الانتخابات ما تمثل